السلام عليكم ليكيب، صباح الخير عليكم. راهي 5 تاع الصباح، عندنا فواياج للجزائر، من بولندا للجزائر. رايحين نقطعو حوالي 3200 كيلومتر، بصح ما نديروهاش في نهار واحد. القباش عندنا تقريبا 36 ساعة تاع سياقة، يعني راح نديرو فيها 3 أيام. يعني اليوم الأول رايحين لفرنسا إن شاء الله، نباتو في ستراسبورغ، واليوم الثاني نباتو على الحدود مع إسبانيا، واليوم الثالث في ألميريا إن شاء الله. رانا واجدين دوك، رانا دخلنا لوطوروت، عندنا نصبو حوالي تقريبا واحد 10 سوايع باش نوصلو لفرنسا ستراسبورغ. كيما راكم تشوفو هنايا عندنا 1065 كيلومتر. رانا حبسنا لهنا، هذه اخر ستاسيون سيرفيس غاز ستيشن هنا في بولندا. رانا سايقين تقريبا واحد 350 كيلومتر، ما بقالناش بزاف على الحدود. على المانيا باقي حوالي 10 كيلومتر ولا 15. راك شو حاله، راهي مشمسه شويه بصح كاين شويه برد. فلان هذا الشاحنات هذو اللي بايتين لهنايا، بايتين صوبر. شفت واحد الشاحنه من البرتغال، وحنا هنا رانا في بولندا، صافي تقريبا 4000 كيلومتر. وهذا اللي مورانا كي اف سي، المطاعم تاع الفاست فود مسيطرين كاع على الاماكن تاع الراحه هنا في بولندا. يعني في اي ستاسيون راح تلقى كي اف سي ولا تلقى ماكدونالد ولا تلقى برجر كينغ في اي ستاسيون سيرفيس. ديجا هذا ستاسيون سيرفيس فيها برجر كينغ، راكم شايفين راهي العلامه تاعو برجر كينغ وكي اف سي. خلاص رانا ريحنا، نروحو نحكمو طريقنا، نكملو طريقنا. شوف السياره كيف راهي معمره. درس درنا 108 كيلومتر، خلاص رايحين نعبر الحدود هنايا 60 متر. هنا رانا دخلنا لألمانيا، خلاص رانا دخلنا لألمانيا خوتي، مرحبا بكم في ألمانيا. على الدروا تاعنا وكاين فيها ستاسيو كونترول، يديروا كونترول غير للشاحنات، ماشي كامل، كاين الشاحنات اللي يشكوا فيهم يديروا لهم كونترول سكانر. بصح في الحدود ما كان والو، يعني عادي. بالسيارة راكم شايفين دخلت ليها بين بولندا والمانيا تدخل ب 120، كان والو في الحدود. شوف الحجم تاع هاد الطاحونات الهوائية تاع الطاطور. هنا في المانيا متواجدين بكثرة، بزاف بزاف كاينين. رانا في وحدة المدينة اللي على الحدود مع بولندا يسموها غورليتس. شو نعطيكم هاد المعلومة على الطريق السيارة بطرق هنا في المانيا. السيارة النفعية مجانا، يعني باطل، فقط الشاحنات الكبار هما اللي يخلصوا على باكوروت. باكوروت في المانيا مجانية. بس نريح دروك، رانا في المانيا. هذا مراك مليح، نريحوا شويه لهنا ونزيدوا نكملوا. هذا الباركينغ في المانيا، كاين هنا دايرين تواليت بيبليك تاع النساء، هذا باركينغ صغير بصح نظيف ممنوع التدخين. شوف المرحاض الداخل نظيف. شوفوا هنا صابون. راح جو ربيعي في المانيا. ما كان في هذا الباركينغ، لا كافيتيريا صغيره. الباركينغ هذا فيه زوج، فيه واحد شايفين تاع الشاحنات ولي بيس هيكا، وهذا هنايا صغير تاع السيارات. وكاين بلاصه، كاين كراسه تما كوين تريح، تبغي تفطر بلاصه، كاين كراسه كيما هكذا تريح تفطر. وهكذا ريحنا 10 دقائق صافا، نروحو نكملو طريقنا. رانا قاطعين نصف المسافة، 550 كيلومتر، وباقي لنا تقريبا 530 كيلومتر. مدينة ستراسبورغ. نزيدو
نديرو شويه بريك نريحو شويه. نفطر على الربعه وديمارينا على الخمسه تاع الصباح. بالخمسه تاع الصباح على 12 سبع سوايع راني صايك تقريبا نشوف شحال 732 كيلومتر. شحال راه باقي لنا؟ 357 باقي لنا تقريبا 3 سوايع و 20 دقيقه تسوقا باش نوصلوا لستراسبورغ. نوصلوا فرنسا لستراسبورغ نقضوا تماك نهار ان شاء الله ونعاودوا غدوه من ذاك نكملوا طريقنا ان شاء الله. شوف في المانيا كل 10 15 كيلومتر داير باركينغ يعني باش تريح فيه في كامل الطرق في المانيا. محطة البنزين كل 20 50 كيلومتر. شوف المانيا عندها شويه نتاع شمس مستثمرتها في الالواح الشمسيه تاع الطاقه اللي يبغوا يخدموا بلادهم. حنا الصحراء كامله الشمس على طول العام وخلينا هكذاك سبحان الله. كيما هنا الترقيم في المانيا في المدينه كي تكون كبيره كيما نقولوا نورنبرغ ولا ميونيخ ولا فرانكفورت ولا هامبورغ ولا في الترقيم تاعها يديروا لها حرف واحد كبير ماجيسكيل واحد كبير كيما نقولوا هامبورغ يديروا لها اش نورنبرغ يديروا لها ان وكي تكون مدينه صغيره يديروا لها زوج حروف ولا ثلاثه. سيارة أمريكية ما في كلمة أمريكان في الألمان. شوفوا خاوتي سيارات الشرطة في ألمانيا شوفوا واش عاطينهم مرسيدس لا كلاس خويا. رانا وصلنا ليكيب استراسبورغ. استراسبورغ وصلناها بصح لصقنا في سيركيلاسيون شو راهي واصلة الحالة والله لا لصقنا رانا في 12 دقيقة قطعنا 100 متر. اوكي هنا رانا دخلنا لفرنسا هذيك الحدود بين فرنسا والمانيا ويوصل بينا نهر الراين. نوريك نهر الراين اللي يفصل بين فرنسا والمانيا. دروك رانا في فرنسا. دروك نروحو ديريكتومون نروحو لواحد صاحبي رانا مخلينا المفتاح بارك الله فيه نروحو نريكو فيرو المفتاح نروحو نريحو شويه. رانا صايدين تقريبا 1100 1200 كيلومتر. من الخمسه تاع الصباح خمسة تحشية 12 ساعة صوبة البرومي جور. راهي الخمسة وفي ستراسبورغ راهي 21 دوغري. شوفوا رانا في ستراسبورغ شوفوا البنيان شوفوا راكي ألمانيا. والحاج حميد السلام عليكم واش راك؟ لا 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 كورونا؟ كيفاش كورونا؟ صافا راك مليح لاباس بيان السلام عليكم راك داير صافا قال لي نقول له بونجور بونجور قال لك نقول له بونجور. عندك هذا تاع برا؟ عندك تاع برا صح؟ سي بون رانا فتحنا الباب ودخلنا. هذا هو رانا صغير بسم الله. والله العظيم شو شفت رفجه والله عيد صافا الحمد لله انا صبنا وين نباتوا اليوم لازم نروح غاري السياره في بلاصه واحده اخرى باش هذا خونا ساكن يسكن هنا في ستراسبورغ. لك السيارة لازم تكاريش هنايا في البلايص كيما هادو دونجي. صافي نروحو نكاروها في بلاصة واحدة أخرى في باركينغ بريفي ومن بعد إن شاء الله نروحو نشوفو واش ناخدو
باش الواحد يتعشى ومن بعد يدي بريد ويدوش يريح ونكملو الحلقة هذه.